احمد طلعت ملاكم وانا واقف يمك. اي شلون صحتك؟ بخير. احمد سولف لي يا بطوله اخذت واخذت الثانيه على العالم مال باكستان بالعالم. اي سولف لي. اي يا مركز اخذت على النهايه خسرت جبت فضيه للعراق. اي 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 وهسه هسه قاعد على الكشي موقف بيع سمك. اي بيع سمك. النادي وين؟ راتبك وين؟ عبته لان ماكو كلهم حراميه كل الاتحاد كلهم حراميه. جد بطلت كم سنة تتمرن وشارك؟ كم بطولة؟ أول ما سقط صدام تمرنت لعب فيها اللعبة. إيه. ظليت حوالي صار لي قاعد أنا صار لي عبتها صار لي حوالي بالعشر سنوات هيك شيء. عبتها. كم بطولة ما أخذت الأول؟ محلي بطولة العراق وايد أخذت بطولة العراق. كم مرة؟ وايد ما أخذت مال ناشين شباب لعبت أخذت فيها. منو كان خصمك بالنهائي مال العالم؟ نهائي بالعراق لعبت بالعالم بالعالم طالع العالم. كاميروني. ايه لعب مال اثنين وهذا هو الولد جايب ذهبية مين خوش ملاك. كم جولة؟ اربع جولات فرق يعني انا وياك ثلاث نقاط هيجي قليلة. اي خوش ملاك من داخل احنا راح ويانا مدربين طيب كل شيء موقف الحمد لله. اي مدربين يعني عارفوا مدربين الزينين واخذهم مدربين هيك. تتمنى ترجع الى هاي اللعبة من جديد؟ انا يتوسلون بي لحد يخابرون بس ما ارجع بعد. ليش؟ ما اكو بعد واس بيها. بالعكس يوم احنا محتاجيك احنا اليوم كشعب عراقي نحتاج هيك ابطال بالرياضه. اي ما عبيتها ما هم كرهوني. ليش شنو الاسباب؟ هم عصابات عصابات الشباب الرياضه ما اعتنت. اي عصابات